حالة كده من الجدل الواسع وترند مستمر من أول يوم رمضان، إيه السبب؟ مسلسل حق عرب ظهر فيه الفنان رياض الخولي، فنان الكبير طبعا، والفنانة الكبيرة وفاء عامر، وهما أبطال العمل في بعض المشاهد ولكن بشكل أصغر سنا شوية، لأنه كان مطلوب يكونوا أصغر شوية. وطبعا على طول صفحات السوشيال ميديا والتفاعل اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ما سكتتش، فقالوا ده ذكاء اصطناعي، وهنا واللي قال ده جرافيك، وهنا قال دي تكنولوجيا معينة. وعشان كده حاولنا إن احنا نفهم من صناع الموضوع نفسه أصل الحكاية، نعرف إيه الحكاية. خليني أروح للولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ يوسف محمود مؤسس شركة الخدع البصرية اللي تولت تنفيذ مشاهد حق عرب. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء النور أستاذ شوقي، زي حضرتك؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب أولا. والحاجة الثانية قول لنا حالة الجدل بقى، يعني هل أنت استخدمت الذكاء الاصطناعي علشان يعني تدي سن أصغر للفنانين الكبار رياض الخولي ووفاء عامر؟ طيب خليني في البداية بس كنت عايز طبعا أشكر الأستاذ الكبير إسماعيل فاروق مخرج العمل انه ادانا الفرصه دي طبعا، وفريق الانتاج كله، لان الحقيقه ان التكنولوجيا دي شائكه جدا، وحتى يعني بره بتستخدم بحساب، يعني مش بتعمل بتاكد زرار زي ما بيقولوا يعني. كده بالظبط. فيعني طبعا دي كانت جرأه كبيره جدا منهم، من استاذ اسماعيل وفريق الانتاج كله اكيد، واحنا طبعا شاكرين جدا ان هو ادانا الفرصه دي، يعني ان هو اختار شركه سكويدز ان هي تنفذ له الاعمال دي. يعني طبعا هو طبعا في نوع من انواع استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن احنا مش معتمدين عليه بشكل اساسي، يعني طبعا في تدخل من فنانين. طبعا انا بشكرهم فريق عمل سكويد كله، الشباب الصراحه تعبت جدا، ان هو احنا طبعا قعدنا نجيب صور مرجعيه او ريفرنس ايمجز للممثلين كلهم اللي اتعمل عليهم البروسيس بتاعت الدي ايجنج، سواء استاذ رياض الخولي او صلوة خطاب او غيرهم الممثلين يعني اللي في العمل كله. قعدنا جبنا لهم صور مرجعيه من افلامهم ومسلسلاتهم في التسعينات. قعدنا ندرس تفاصيل وشهم كانت عامله ازاي في الحقبه الزمنيه دي، لان احنا كان مطلوب مننا نرجعهم مثلا في اواخر الثلاثينات في عمرهم في احداث المسلسل، في سياق الدرامي يعني هم في المشاهد بتاعتهم. طبعا وعارف ان ده بيحل حاجه مهمه جدا استاذ يوسف، لانه احيانا بدل ما يضطر يجيب كمان ممثل تاني يعمل حقبه معينه، وهو عايز يرجع مثلا حوالي سنين قريبه مش كتير، فده في حل تكنولوجي كبير ورائع. بالظبط بالذات كمان الموضوع ده حساس جدا وفي تحدي كبير، لان ساعات لما مثلا تيجي تعملي تعديل في شكل حد معين سواء ديجيتالي او حتى بالميك اب او كده، لو المقاييس بتاعت وشه ما اتظبطتش صح ممكن تحس ان هو شخص مختلف تماما. طبعا بس عايزه اقول لك انه نفس الجدل ده كمان حصل اعتقد في امريكا مع الباتشينو وريبا دورين، والباتشينو كمان وكان مع المخرج الامريكي مارتن، يعني كانوا عايزه افتكر لك الفيلم بس، لكن هم في الوقت ده برضو كان في يعني كان في نوع من انواع الجدل، انه في اختدام يعني ان هم اختاروا مثلا حاجات معينه فشكلهم اتغير شويه، فاذا الناس بتلاحظ قوي. بالظبط هو يعني دلوقتي طبعا الجمهور بقى عنده وعي كبير جدا حاجات بالذات برضه بالحاجات التكنولوجي يعني الموضوع، الناس ما بقتش بتتفرج على حاجه كده اعتباطا او خلاص، لا الناس زي ما انت قلتي في مقدمه البرنامج بقت الناس بتسيرش وبتعرف الحاجات دي معموله ازاي وجايه منين، ف الموضوع ده بيزود التحدي طبعا علينا جدا، ان احنا لازم لما نعمل البروسيس دي لازم يبقى الممثلين شكلهم طبيعي 100% متصدقين، ما يبقاش باين انهم فيهم حاجه فيك في وشهم او كده. طبعا مش عشان بس العمل الدرامي، عشان حتى الممثلين نفسهم دي بتبقى حاجه مهمه بالنسبه لهم ان وشهم يبقى ظاهر ويبقى حقيقي ومتصدق في الشاشه يعني. صحيح، هو فيلم مارتن سكورسيزي فعلا افتكرت ذا ايرش مان، واعتقد وقتها برضه الناس علقت كتير. طيب من ضمن الحاجات يعني اولا يعني بعد ما حصل عملتوا التعديلات وكده، صناع العمل نفسهم شافوه ازاي؟ يعني شافوا التعديلات دي ازاي؟ هو الحقيقه ما كانش حد متوقع خالص يعني النتيجه دي بالكواليتي دي الحمد لله، بالذات هي كمان اتعملت في وقت قصير جدا. انت عارفه طبعا تسليمات رمضان وكده بيبقى طبعا الشغل مضغوط جدا فيها يعني، فالحمد لله النتيجه كانت مذهله، واستاذ اسماعيل وفريق العمل كله لما شافوا الحاجه يعني كانوا مبهورين جدا بيها الحمد لله يعني. صحيح. احنا طبعا كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نطلع احسن كواليتي ممكنه
عشان تبقى يعني دايما الناس في مصر بتخاف من التجارب مع الجرافيكس وكده، طبعا عشان مبيبقاش في تخطيط كويس ليها، فالحاجه بتطلع شكلها مش احسن حاجه. بس صحيح. احنا الحمد لله في العمل ده يعني الناس اتاحت لنا الفرصه ان احنا نعمل الريسيرش مظبوط ونشتغل بطريقه مظبوطه جدا عشان حاجه تطلع يعني 100% بيرفكت يعني. اكيد. وكمان ده يدي كمان للفنانين بشكل عام يقدروا يعملوا ادوار فيها تنوع، يرجع 5 سنين 10 سنين يطلع قدام اكتر، فده برضو يقدر يساعدهم. هنا نقدر نقول انه حقيقي الذكاء الاصطناعي يقدر يساعد الناس كتير. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ يوسف محمود من الولايات المتحده، مؤسس شركه الخدع البصريه، واللي تولد زي ما سمعتوا حضراتكم تنفيذ مشاهد حق عرب.